فكرة التوازن بين الحياة العملية والحياة الأسرية والعائلية حلم لناس كتير، وقد يكون هدف للكثيرين، ولكن صعب تحقيقه نوعا ما. إزاي أنا في بيتي، لو بنتكلم عن اتنين مرتبطين في البداية متجوزين، قبل ما نتكلم عن حتى ناس في الحياة إزاي يوازنوا بين حياتهم وبين اهتماماتهم العائلية، إزاي أعمل التوازن ده؟ إيه الروشتة الصح؟ بص يا فندم، كل واحد فينا له طموحاته، طرفين زوج والزوجة كلا له طموحاته وكلا لديه إمكانيات. دائما أحيانا في ناس بتيجي على نفسها في جزء عشان تحقق جزء آخر، هو بيركز على جزئية معينة، مثلا واحدة عايزة تركز على الجزئية العملية. نتكلم بقى اللي بنشوفه في الحياة، نتكلم على الواقع، أرض الواقع اللي بيحصل. تقول لك أنا دلوقتي مش عايز أرتبط بولاد، زوجي له كل الحقوق اللي عليا، بس في وقت معين انا شغلي اهم. الزوج قد تكون ظروفه مناسبه لدي. يعني انا بشوف كتير جدا ناس يقول لك احنا متجوزين خميس وجمعه، بقيت الاسبوع ملوش دعوه بيا وهي ملهاش دعوه بيا، انا عندي شغل وهو عنده شغل. ظروف الحياه والشغل بتاعهم هما الاثنين متفقين مع بعض، متفقين مع بعض على ذلك. في ناس بتبقى رافضه دي، في واحد يقول لك لا انا واخد زوجه ان انا ارجع من شغلي، الا زوجه الا اكل الا واحده مستنياني، وما انا متجوز ليه؟ فهنا بتختلف طبقا للناحيه الشخصيه بتاعت كل واحد، طبقا للطرف الاخر. ما انا برضو ما احسبش على طلباتي وانسى الطرف الاخر، ما اجيش ادور على طموحاتي بدون ما انظر الى الطرف الاخر. هي دي المعادله الصعبه، ازاي انا كاني كده بحقق طموحات الطرفين. ما لازم احقق الاثنين مع بعض، بحيث مفيش واحد بيحقق كل حاجه. عايزين نتفق في دي، مفيش واحد بيحقق كل حاجه يبقى بيضحك على نفسه، لازم هيتنازل عن حاجه. انت ممكن تحقق كل حاجه في شغلك بس هيجي على بيتك، ممكن تحقق كل حاجه في بيتك بس هيجي على شغلك، لكن من انا امشي على الصراط اللي بين الاثنين، الخط الصغير ده ممكن، بس لازم بالاتفاق مع الطرف الثاني. معنى ايه بقى يا دكتور؟ ان الزوج موافق على دي او الزوجه موافقه على دي. انا النهارده لما هقعد في شغلي لغايه الساعه 11 بالليل وهاجي وانام دوب واصحى الساعه 5 الصبح، في زوجه ما بترضاش بكده. يعني انا اسف، وانت بتيجي تنام وتصحى ما بشوفكش اليوم كله، امال فين حقوق ان انا اقعد مع راجل؟ انا عايز اتكلم مع حد، عايز اخد ودي مع حد، وهكذا. او العكس، الزوجه تنزل شغلها عايز ترجع الساعه 11 بالليل تنام، تصحى الصبح تقول لك انا نازله شغل تاني. بس دي حاجات واقعيه. مظبوط. يعني في زوجه بتقول لي انا بنزل شغلي الساعه 9 الصبح برجع الساعه 11 بالليل. طب فين الزوج؟ لما توافقت ان تلقى الزوج اللي يوافق على كده ان هو برضه ظروف شغله تتطلب ذلك، خلاص هم يعني دي حياتهم، ما عندناش احنا مشكله فيها. محظوظين دول. فدائما وابدا انا دايما لما بحط طموحات لازم اشوف انا امكانياتي ايه. أنا ليا طموحات معينة، طب إمكانياتي توصلني لدي ولا لأ؟ فعشان أوصل لدي، في ناس دايما حاطة طموحات أكتر من إمكانياتها بكتير، فدائما حاسة بالإكتئابية وحاسة بعدم الرضا، ودائما متنرفز ومتعصب ويقعد يشتم هنا ويرمي هنا كلام بدون لازمة. طب ما يا ابني حط طموحاتك في قدر إمكانياتك المتاحة حاليا. أنا بحط كلمة حاليا دي وتحتها تلات أربع خطوط. انا شوف انا دلوقتي انا عندي ايه متاح ممكن اعمل بيه كذا، ولما اوصل لدي ممكن اعمل كذا كذا فاوصل لكذا، اوصل لدي هوصل، يبقى احقق الطموح متتالي هوصل للفاينل ديستنيشن او المحطه الرئيسيه اللي انا عايزها في حياتي. فهي ده النجاح. لكن من ان انا احقق نجاح سريع كاذب او احقق نجاح بيكون على يعني على اسف على نفسي او على اخلاقي او على مسؤوليات الحياتيه، لا هنا بيبقى في خطا كبير. طب انشغال الزوج والزوجه في الاسره يا دكتور ممكن ده يترتب عليه ايه؟ هناخدهم ثلاث اضلاع، الزوج، زوجه، اولاد. عشان طفل احنا متجوزين ليه؟ عشان نبني اسره. مين اللي احنا بنضحي في الاخر عشانهم؟ الولاد. الولاد. أنا كطبيب كل المشاكل النفسية، ولازم الناس تعرف الجزئية دي، كل المشاكل النفسية
اللي بيشوفها في الولاد منشأها أول 5 6 سنين من حياته.